بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن الريكيرجن في ليكتشر 5. اهم حاجة بس لازم تعرفوها، اي حاجة بالاحمر تتذاكر، اي امتحانات تتحل وتتذاكر، اي اكزامبلز في المحاضرات سواء محلول او مش محلول او كويزات تتحل وتتذاكر. المادة سهلة ان الدكتور يلعب فيها. طيب اول حاجة خلينا متفقين على حاجة، ريكيرجن يعني حاجة او فانكشن بتنده على نفسها تاني، مش مجرد مرة، دي ممكن تنده على نفسها اكتر من مرة. طب ايه اللي هيوقفها؟ ان الكونديشن اللي انا عايزاه يتحقق. طب في البرولوج ازاي، او اول ما قبل ما نقول يعني في البرولوج ازاي، الكونسبت ده ثابت في كل اللغات. حاجة تاني حاجة، البرولوج ازاي، هو مش احنا البرولوج عندنا facts او rules؟ طيب في الريكيرجن يبقى عندي كذا رول مع بعض بنفس الاسم، لو اول واحدة اتحققت ما بيبصش للباقي، انما لو اول واحدة ما بتحققتش هيفضل يشوف لباقي الاجزاء او باقي الرولز او الفانكشنز التانية لحد ما يحقق الكونديشن اللي انا عايزاه. طيب معنى كده ان هي ممكن تتكون يا من اتنين على الاقل، يا اكتر من اتنين الى ما لا نهاية. بس يعني طبيعي ان احنا مش هنحط بروج حاجات كتيرة تعمل ريكيرجن، المهم ان احنا المبدأ واحد، هتبدأ من جزئين وتنتهي عند الاخر. اول جزء من الجزئين لو اتحقق فيه خلاص الريكيرجن بينتهي، انما لو ما اتحققش هبتدي اتجه لباقي الاجزاء. طيب نشوف الكلام ده، كل ده الكلام النظري بتاع اللي انا قلته. نيجي هنا مثلا في مثال، انا مش هتكلم في المثال ده، انا هتكلم في المثال اللي هو ده لانه اسهل مثال، ناخده كده زي ما هو عشان نشتغل عليه هنا. تمام، مبدئيا اللي بيحركني الحاجات دي، او لان دي اللي انا ببني بيها النولج بيز بتاعتي. طيب الرسمه دي بناء على مين؟ بناء على النولج بيز ده. طيب بالراحه كده، مش انا بتحكم بالتشايلد يعني بمين ابن مين. حلو قوي، هو قال لي ان جاد ابن علي، let's say ان ده اكس ودي واي. حلو كده. طيب يبقى جاد ابن علي، سوري علي ابن جاد، ايه ده ثواني، صح علي ابن جاد، لان دي child مش father، انما لو كانت father يبقى علي ابو جاد. طيب يبقى احنا كده علي ابن جاد صح. طيب يبقى اتنين ابن واحد لان على ترتيب الرسمة. وبعدين جي قال لي مين ابن مين، ان مي بنت علي، يبقى تلاتة بنت اتنين. يعني احنا ماشيين ازاي، ان ده ابن ده وده ابن ده، فبالتالي دي حفيدة ده. يبقى عشان يتحقق هو هنا طالب عايز رول اسمها ايه بقى، عايز رول descendant يبقى احفاد. طيب يعني مي عشان تبقى حفيدة جاد يبقى لازم تكون بنت حد، والحد ده ابن جاد صح، احنا كده متفقين. طيب انا محتاجة اكتر من جزئين؟ لا، يبقى احنا هنتكلم ان اول جزء يحدد لي الحاجة دايركت، وتاني جزء اللي هو ده يحدد لي الحاجة لفة. طيب اول جزء هيحدد لي دايركت ان انا اقول ايه، مي حفيدة جاد صح كده، يبقى مي حفيدة جاد. طيب مي حفيدة جاد اللي هو اكس حفيدة واي امتى؟ لو سيبوكوا من دي عشان انا بتكلم بحفيدة، يبقى امتى؟ لو مي حفيدة، لو مي بنت علي بن جاد. طيب نركن بقى الحفيدة على جنب. دلوقتي هو عايز descendant، descendant يعني هي منحدرة منه، من السلالة بتاعته او قريبته خلاص باللغة العامية يعني. طيب لو احنا قلنا علي ابن جاد اللي هو child x y، انا عندي مين child x y؟ عندي جاد وعلي وعلي ومي. طيب هو علي child من جاد؟ يبقى اتحققت، هقف. طب لو انا مش عايزة علي وجاد، عايزة اللي child عندي تبقى مين؟ تبقى علي ومي. على فكرة تنفع. طيب الجزء التاني هنعمل ايه بقى؟ لو اتنين ابن واحد وتلاتة ابن اتنين، يبقى تلاتة
حفيدة واحد، ده اللي احنا شرحناه. طب هنا هو بقى اللي هيحركني، يبقى انا كده عملت خلاص التو رولز، واحدة دايركت. الدايركت دي باخد فيها اي فاكت من مين؟ من النوليدج بيز اللي عندي. انما الكبيرة باخدها على اساس الرسمة. حاجة بقى بيني وبينكم كده في الخباثة نحفظها، اكس واي دي الاساس، باسم مين؟ باسم الفاكت اللي عندي في النوليدج بيز. والتانية هحط 2 أو 3 نفس الاسم برضو، بس هلعب ازاي بقى؟ اكس وواي، واللي في النص يبقى حرف متشابه. خلاص لو مشيتوا بنفس المبدأ ده بكله هتلاقيها بتتحل معاكم. طيب في الاكزامبل اللي الدكتور مديهوني، هو عايز descend تحقق لي ان الاكس تكون جاد والواي تكون مي. ماشي يا عم، خلاص هروح اشوف. هحقق دلوقتي، نجيب الازرق، هحقق اول واحده واشوفها هتتحقق ولا لا. طيب انا عندي حاجه هنا الاكس فيها جاد والواي مي، هروح اشوف. عندي اول واحده الحمد لله لقيت جاد، طب هي الواي مي؟ لا، انزل على اللي بعديها. هنا جاد؟ لا. هنا مي؟ اه، بس هنا مش جاد، لازم الاتنين يحققوا مع بعض. الكلام ده حقق لي او موجود؟ لا. في الحالة دي هنزل على ايه؟ على تاني بورت اشوف. الاكس قلنا بجاد والواي بمي، طيب هروح اشوف هنا تشايلد اكس وزد. ايه ده؟ ظهر لي حاجة، ممكن اشيل حاجة جديدة. طب اروح اشوف، انا عندي دلوقتي عايزة تشايلد يكون اكس، مين الاكس عندي؟ جاد. اروح اشوف في حاجة الاكس بتاعتها جاد، اشوف اول واحدة. اه ايه ده، الاكس عندي جاد. طب هو مديني فاريبل جديد زد، هشيل حاجة مختلفة. حاجة مختلفة عن مين؟ عن الواي اللي هو مديهاني. يبقى اي حد ممكن اشيله في الزد غير مين؟ غير مي. هنا مي؟ لا. هنا علي ممكن اشيلها؟ اه. يبقى اصبح دلوقتي الزد عندي هو مين؟ هو علي. طيب في حاجة تانية في النوليدج بيز الاكس بتاعتها جاد؟ لا، الحمد لله وفر علينا. ايه ده، يعني الدكتور ممكن يجيب لي واحدة تانية مثلا يقول لي تشايلد وبين قوسين جاد وحد تاني غير مي؟ اه ما يجيبش. ليه؟ ساعتها انت هيبقى قدامك كذا اوبشن وتفضل ماشي لحد ما نشوف مين راح يحقق. نرجع لمسألتنا تاني، يبقى انا بقى عندي الاكس جاد والواي مي والزد ده علي. طب انا خلاص اتحققت من اول واحدة، عندي تشايلد الاكس بتاعتها جاد والزد ده علي. اشوف بقى تاني كونديشن، لان لازم احقق، بصوا انا لازم احقق كل الجزء ده. اشوف بقى تشايلد الزد وواي. طب انا دلوقتي بقى عندي الزد اللي هي مين؟ اللي هي علي. يبقى انا عايزة اروح اشوف في النولج بيز حد تشايلد فيها علي وبعدين مي، لان مي هي الواي بتاعتي ما تنسوش. هروح اشوف في حد اولها علي؟ اه اهي. طب وتانيها مي؟ اه، زي الفل، دي اتحققت. يبقى انا دلوقتي عندي الجزء ده اتحقق والجزء ده اتحقق، يبقى مين اللي هيتحقق؟ ده. يبقى معنى كده ان الاتنين صح، فالديسند ده صح. اه، طلع في الاخر يس. امسكوا الاكزامبل وفصصوه كده حتة حتة واحدة واحدة، هتلاقوا نفس الكلام. هو هنا الدكتور جايب لكم الاتنين عشان يشرح ويفهمكم، انما في الامتحان هيجيب لكم حاجة من اتنين، يا اما هيجيب لكم زي المثال ده اللي هو ده. هو هنا مديك النوليدج بيس كاملة وبيقول لك شوف لي اللي انا هديه لك بقى هيبقى صح ولا لا. ممكن يعمل حاجة تانية خالص، يقول لك ان دي بتتغذى على دي ودي بتتغذى على دي ودي بتتغذى على دي، وعايز رول اسمها is digesting. ساعتها في الحالة دي انتوا هتبنوا النوليدج بيس كاملة. اول حاجة هتعملوا كل فاكت لوحديها، ان ده بيتغذى على ده وده بياكل ده وده بياكل ده، وبعدين هتعملوا رول بتعمل ريكيرجن فانكشن اهم، واحده دايركت ان ده بياكل ان ده بياكل ده او ده بياكل ده براحتكم، هو اكس وواي هيشيلوا اي حد، والتانية بتعمل ريكيرجن على نفسها اهي كده. يبقى مبدا الريكيرجن سهل. طيب هنا هو عايز ريكيرجن ديفينيشن. الكلام ده مش هينفع، المفروض دي الفاكت بتاعتك. انت عندك البي ليها اي اجزاء؟ لا.
طب ايه ده، البي هتنده على نفسها، واصلا البي مش موجودة. دي اول حاجة. تاني حاجة، مش احنا قلنا اي recursion function لازم يكون فيها جزئين؟ يعني على الاقل لازم يكون عندي جملة هنا وجملة كمان تحتيها، يبقى كده هيديني ايه؟ ايرور. الكلام ده اصلا مش نافع. طيب ده الاكزامبل اللي احنا شرحناه. الدكتور بقى بصوا هيفضل يلعب، كل ما هيزود في الناس كل ما هيزود. المهم ان انتوا عندكم لو هما اتنين يبقى هتعمل اكس في الاول وواي في الاخر وحرف مختلف مشترك. لو هما تلاتة هتعملوا اكس في الاول وواي في الاخر والحرف المشترك. بصوا اتنين هيسمعوا بعض بالحل الكتير هتقدروا تعملوه. طيب ويفضل يسأل بقى، بصوا هيفضل يسأل هنا بكل ده بيشرح في السيرش تري. ممكن يجيبها لكم ساعتها هتبقى سهلة. انتوا عندكم هتعملوا فرعين اساسيين، الفروع الأساسية هتكون بعدد اللي عندكم. يعني أنا عندي هنا اتنين، واحدة بتحقق على طول أو ما تحققش، ولو ما تحققتش هتجه على اللي بعديها. أهو الفيرست رول وده كله بتاع السكند رول، هتقعدوا تجربوا فيه زي ما احنا عملنا بالظبط. هنا البيزك أهو بيشرح تاني، بيقولك واحدة دايركت على طول أما التانية اندايركت. بصوا كل ده ما فيهوش أي حاجة، كل ده الدكتور بيشرح الدنيا عاملة ازاي. فاهمين؟ اهو كل دي examples عليها، ما تقلقوش هتفضلوا تلاقوها زي ما هي. الدكتور كل اللي بيعمله هيقولك عايز يجيب لك كده ويبقى كتر الف مليون خيره، هتعملوا له على طول التري او تجاوبوا على الاسئله اللي هو هيكون حاططها، يا اما هيقول لكم هجيب لكم مثلا facts بس وانتوا تطلعوا الرول، او ان هو مش هيجيب ده كله بس هيقول لكم مسألة كلامية كذا ابن كذا كذا ابو كذا كذا مش عارف ايه، فانتوا اللي هتبنوا من الاول. ربنا معاكوا يا رب. كده المحاضرة هتكون خلصت كلها. اللي عايز اي حاجة اسألوني وانا هجاوبكم، مفيش اي مشاكل. ربنا معاكوا.